أنا سأجلس هنا، وبالتالي فهناك ما يكفي من الأماكن، الجميع له ميكروفون وهذا شيء رائع. إذن تغير المناخ فهذا موضوع أصبح مهم في وسائل الإعلام، لكن هذا لا يكفي، لكن الحرارة مرتفعة أكثر فأكثر، فلقد لاحظتم ذلك في الأسبوع الماضي، فحسب وكالة الأمريكية للمراقبة المحيط فلقد وصلنا إلى أرقام قياسية في الأربعة أيام السابقة، نرى ذلك في مختلف بلدان والصين، فشقي البلد يعيش من أفظع إذا موجة، وإفريقيا الشمالية وآسيا وبعض البلدان تتجاوز 46 درجة حرارة، ورقم قياسي كان في الأسبوع الماضي. هناك 52.1 في فورناتسكويك في كاليفورنيا، لكن ربما كان الأمر أسوأ في مناطق أخرى لم يتم تسجيل درجة الحرارة، وهذه درجات الحرارة هي متطرفة، وهذا يشرح وجود حرائق. و في كندا هناك 8 ملايين من الهكتارات التي عانت من الحرائق، إذن درجة الحرارة ترتفع وأكثر من النمسا بالنسبة، وأيضا المحيط يعاني أيضا. ومنذ بضعة أشهر فإن درجات الحرارة تتزايد، وكذلك فالجليد أيضا يدوب، ويمكننا أن نعطي أمثلة كثيرة عن تغير المناخ. والتساؤل هو كيف يمكن لنا نحن على مستوانا وعلى مستوى وسائل الإعلام أن نبذل الجهود وغاية إحاطة علما للهيئة الخبراء المعنية بالمناخ، وأن نذكرهم بأنه يجب بذل كل الجهود، فنحن معنيون على مستوانا، وسترون أن كل الأشخاص الذين هم معي يبذلون قصارى الجهود. وإذا كنتم في هذه القاعة أو تتبعون عن بعد فهذا الموضوع بالتأكيد يهمكم، وربما تطرحون على أنفسكم الكثير من الأسئلة. فأنا سيسيل براش، وأنا صحفية في الإغفي، وأهتم ببرنامج سيبا ديفون، وهو برنامج منذ 14 سنة خالد سليمان، حتى يتعرف عليكم الأشخاص. فأنت عراقي من الأكراد، وأنت تعاني من الفريق في الساعة ومنذ 2010، فأنت صحفي في مجال البيئة، وأنت تنشر بالكردية والعربية. ما هي وسائل الإعلام التي تعمل فيها؟ قبل أن أكون صحفي في البيئة كنت صحفي للمواضيع العامة، تتحدث عن الحياة السياسية والثقافية، لكن منذ 2010 أصبحت صحفي معني بالبيئة، وكما تقولون أكتب باللغة الكردية واللغة العربية. بالعربية أكتب خاصة لموقع موجود في بيروت اسمه دراج، ولأن كل وسائل الإعلام في العالم العربي لا تقبل المقالات الرأي أو الاستقصاء فيما يتعلق بتغير المناخ أو تدهور البيئة، وبالتالي بالكردية أيضا، فإنني أنشر في بعض المنصات بالكردية، وأنشر أيضا في شبكات التواصل الاجتماعي، ذلك لأنني أعتبر بأن المقالات وخاصة المقالات الوجيزة إذن تثير الكثير من ردود الفعل والتعقيبات، وهذه طريقة جيدة لننقل الرسالة إلى الجمهور. تيسير بن ناصر، أنت في تونس مسؤولة عن المواضيع البيئية بالنسبة لوسائل الإعلام، وبالتالي هل بإمكانك أن تقدم لنا هذا الموضوع؟ أنا صحفية بالنسبة لنوات، وهذا معناه
النواة نويو. وهذا كان تدوين في البداية أنشئ من قبل معارضين سياسيين في وقت الدكتاتورية، وبعد ذلك أصبحت النواة مهنية بعد الثورة، أي في 2011 كان هناك مجموعة من الصحفيين الذين انضموا إلى الفريق الأصلي. إذن أنا شخصيا بدأت في نواة وأنا أكتب مقالات تقدم حلول، كتبت بشأن كثير من المواضيع بهذا النهج، ومنذ 2000 أو منذ 6 سنوات أكتب تقريبا بشأن المسائل البيئية فقط. هل أنت وحدك في بشأن هذا الموضوع؟ نعم. وعمر أبو باغي، فأنت رئيس الجمعية الصحفيين العلميين وأنشأتم، إذن هل لكم أن تشرحوا لنا ما تفعلونه؟ نعم، أنا أساسا صحفي، كان لدي تكوين صحفي وبدأت بستوديو إيروندال غينيا، والذي فتح تم فتح هذا الاستوديو في كوناكري، لكن بعد سنتين غلق الاستوديو أبوابه. لكن بعد ذلك بدأت أعمل على أساس المعلومات العلمية، ومع زملاء صحفيين من غينيا أنشأنا جمعية الصحفيين العلميين في غينيا. وبعد وقت فكرنا بأن ننشئ منظمة غير حكومية وكذلك وسائل الإعلام، وأنشأنا إذن وسائل متخصصة تتعامل مع المسائل العلمية ليس فحسب البيئية، لكن نتحدث أيضا عن الصحة والزراعة وتكنولوجيات الإعلام الجديدة. وبالتالي ون هيلث، الصحة واحدة، صحة واحدة، صحة للبيئة وصحة للبشر وصحة للحيوانات. إذن كل هذا موجود في قناة اليوتيوب، وبالتالي فإنيفيرسيونس موجودة في مختلف قنوات في تويتر ويوتيوب وكذلك على الإنترنت، وأنا المدير النشر لذلك. إذن أيدا نيونغ في التقرير السادس، فإن الهيئة الحكومية الدولية للخبراء المعنيين بالمناخ درستهم في المجموعة الثالثة الطريقة التي يتم بها الترويج لوسائل للتغير المناخ. هناك عدد أكبر فأكثر من المقالات بشأن هذا الموضوع. نعم، أعتقد بأنه من المهم أن نذكر بأننا في فترة حساسة، حيث تأثر تغير المناخ ظاهرة في كل مناطق العالم وبطريقة مختلفة. هنا هذه الفترة هي فترة حساسة وحرجة، حيث يجب اتخاذ التدابير برؤية التحولات والحد من المخاطر المستقبلية من حيث المناخ. وفي هذا السياق فإن الصحفيين ووسائل الإعلام لهما دور أهم، يمكنهما أن يوجهوا الخطاب بشأن التغير المناخ وطريقة الاستجابة لذلك. والجياك الحكومية الدولية قد وصلت إلى النتيجة بأنه هناك تقارير أكثر تتعامل مع تغير المناخ وبطريقة دقيقة، لكن من حين لآخر هناك أيضا بعض المعلومات التي لا نتحقق منها من الناحية العلمية، والتي تنشرها بعض المجموعات والتي من شأنها أن تعطل وتؤجل القرارات فيما يتعلق بالبيئة. قلت بأن الأرقام، نحن انتقلنا تقييم بنسبة 59 من البلدان، انتقلنا من 47,000 مقال إلى 87,000 في فترة غير طويلة. قلت بأن هذا دور وسائل الإعلام، وهو مهم جدا لأن يكون كهمزة وصل ما بين العلم وأولئك الذين ليسوا على علم بالخطورة تغير المناخ، وأن هذا
الأمر كذلك. نعم بالفعل من المهم بالنسبة لوسائل الإعلام أن تربط المشاكل الاجتماعية بالمشاكل الاجتماعية. مؤخرا في السنغال كان هناك مشاكل ما بين جماعات من الصيادين، كان هناك صراع عنيف. نعرف بأن هناك ندرة بالنسبة للمنتجات البحرية، وربما كان ذلك لإدارة غير جيدة لمصايد الأسماك، وبالتالي فهذا مرتبط أيضا بحمضة المحيطات. واتصلت بصحفي للحديث عن هذا الموضوع، ولاحظنا بأن هناك كان هناك الجانب السياسي الذي يسيطر. خالد سليمان، لماذا يهم مهم بالنسبة لكم أن تتحدثوا عن هذه المواضيع؟ ذلك لأن البيئة والنظام الإيكولوجي والبيئي مرتبطة بوجودنا وبقائنا، ودون التنوع البيولوجي ودون الغابات والأحراج والمياه لا يمكننا أن نواصل الحياة، فهذا مصدر غذائنا. تصوروا الحشرات تشارك، كل الحشرات تشارك في 70% من إنتاج غذائنا. انظروا هذا الدور الرئيسي للحشرات. وبالتالي فأنا شخصيا من بلد مدمر من الحرب المتواصلة، حرب داخلية وحرب إقليمية في العراق. ونحن اليوم أمام تحدي وتهديد. لقد أضعنا حتى اليوم تقريبا 50% من أراضينا، عفوا من تربتنا، التربة التي ليست بعميقة والتي فيها الكثير من التنوع البيولوجي. نعم سأعود إلى هذا البند الأساسي، والتنوع البيولوجي والحشرات في التربة تكون 25% من التنوع البيولوجي في على وجه الأرض. تصوروا مثلا في بضعة سنوات، فلا ننسى أنه في بلد مثل العراق فإن النمو الديموغرافي هو شيء هائل، ولدينا 43 ملايين من الأشخاص من السكان في العراق. وأتساءل في 10 سنوات أو 20 سنة كيف يمكننا أن نعيش؟ أين يأتينا الغداء؟ ولهذا السبب بدأت الحديث والكتابة ومعالجة هذا الموضوع على المستوى العمومي. السيدة بن ناصر، في تونس أيضا هناك الكثير من الأثر تغير المناخ منذ شهر أبريل. نرى بأن هناك جفاف غير مسبوق، وأثر ذلك على المحاصيل. ولهذا فكرت بأن تتعاملي مع هذا الموضوع. نعم بالفعل من المهم جدا أن نتحدث عن هذا الموضوع، لأننا من الآن نواجه تغير المناخ، فهذا واقع يومي في تونس، سواء كان الأمر يتعلق بالجفاف وعدم توفر المياه، وبالنسبة للزراعة أيضا لدينا الكثير من المشاكل. وحيث كلما ذهبت للتقرير أذهب بموضوع واحد وأعود بعشرة مواضيع، وبالتالي نلاحظ بأن هذه المسألة مسألة تمس الكثير من السكان، ودورنا كصحفيين هو بالفعل أن نتحدث عما يجري وأن نعكس الأحداث، لكن أن نشرح لماذا وصلنا إلى هذه المرحلة وأن نحدد المسؤولية. لماذا وصلنا إلى هذه المرحلة؟ الأمر يتعلق بظواهر طبيعية أو هذه خلاصة سياسات؟ وبالتالي نطلب أجوبة سياسية. بالنسبة لي هذا هو دور الصحفي، والمسألة البيئية هي تبقى حتى الآن ثنائية أو عفوا ثانوية. وبالتالي فالسكان يعانون من هذه المشكلة يوميا، غير أن هذا الموضوع لا يهم بالضرورة
وأنا مقاربتي وهذه مقاربة الكثير من الصحفيين هي أن نربط ما بين الإشكاليات البيئية والمسائل الاقتصادية والسياسية، وأن نربط ما بين هذا وذاك، وحتى تصبح المسألة البيئية مسألة مهمة ومركزية، وهذا هو الواقع. نعم، تدهور البيئة يمس كل المجالات في غينيا. ما هو الأمر؟ نرى تأثير التغير المناخ. ما هو المحرك الذي يجعلكم تتحدثون عن هذا الموضوع؟ المحفز هو وجودنا مهدد على الأرض، وهنالك أيضا مجتمعات. فنحن مثلا في غينيا سواحلنا، لدينا سواحل هامة وسكانها يعيشون تحت ضغط الطبيعة، حتى وإن كان هؤلاء السكان لا يعرفون لماذا باتت الأمور هكذا. فالعديد من المواطنين بالنسبة لهم الأمر طبيعي أو رباني، ويمكن أن تحدث هذه الأمور إذا كانت قضاء وقدر. وأن شطتهم في حد ذاتها ستسارع بتغير المناخ، وبالتالي نحن في منظومتنا أوجدنا أو ركزنا على تغير المناخ، ولدى كذلك المشاركة مع السيفي تم اختيار وسيلتنا الإعلامية مع وسائل إعلامية أخرى إفريقية لدورة تدريبية وصنع المحتويات التي تخص المجال البيئي. فيما يخص الدورات التدريبية أو التدريب، هل ليس هنالك مشكل في تدريب الصحفيين؟ فنحن قليلا ونادرا ما تكلمنا عن هذا الموضوع. أود فقط أن أعود على نقطة سمعتها أو ذكرتم. الزملاء ذكروا من قبلنا العدالة البيئية، وبالتالي فالمناطق التي لا تلوث لربما هي التي تعاني من تلوث المناخ بالنظر إلى هشاشتها. ها، وهنا كذلك الآن يمكننا أن نتحدث على العدالة أو عدم المساواة بجانب المناخ. ولأعود الآن إلى ما قلتيه، إذن فيما يخص التدريب، تدريب الصحفيين، فيما يخصني شخصيا هنالك طلبات للتدريب، وشاركت في دورات تدريبية في إطار مشروع تيغا أفريكا، وكانت دورات تدريبية حول تقرير الجياك. أظن أنه من الضروري أن نرتقب دورات تدريبية على المدى البعيد لفهم المصطلحات المستعملة. وعندما أتحاور مع الصحفيين فلاحظت أن هنالك دورا من هنالك تقدم علينا أن نحرزه، وهنالك ربما اختلافات في المصطلحات العلمية. ومثلا عندما نتحدث على أو إذا تطرقنا مثلا إلى موضوع صلابة النتائج، تقول حرفيا باللغة الفرنسية، فلربما هذا المصطلح قد لا يكون واضحا، وبالتالي من الضروري أن نستند إلى ما تقوم به فرق العمل، وكذلك إيجاد مصطلحات موحدة. ورأينا بالرغم من العمل الذي نقوم به لتوحيد مصطلحات أن هنالك خلط بين عدد من المصطلحات، فمثلا بين المناخ والجو هنالك خلط بين الجو والمناخ، كذلك على المستويات كذلك. فلربما قد يصعب فهم هذه الأمور العلمية. حتى أنا خلال اليوم الأول التقيت مع صحفيين، حدثتهم عن الموضوع، لم نفهم بعضنا البعض فيما يخص المفاهيم التي كنا نتحدث عنها. فهنا مثلا عندما نتحدث عن تغير الجو خلال نفس الأسبوع، وعندما نرتقب تغير المناخ الذي يركز على انبعاثات الغازات السامة،
وأحيانا يمكننا أن ندلي بمعلومات، نقول مثلا سوف تحدث تغيرات، والصحفيون يتحدث أو عندما يتحدثون عن الموضوع يقولون أن المناخ سيتغير فورا، ولكن ربما قد سيظهر ذلك بعد قرون أو سنوات أو قرون عديدة، وبالتالي أو لربما قد تحدث مثلا خلال 2030، ولا سيما فيما يخص درجة الحرارة وهدف عدم تجاوز درجة الحرارة الذي هو محدد من قبل الجياك. صعوبات كذلك وإشكاليات كل صحفي لربما في مجال البيئة. خالد، قلت لنا عندما حضرت هذا المؤتمر أنه البيانات تنقص، أي أنكم تنقصكم المعلومات أو البيانات لكي تكتبوا عن الواقع. بالنسبة لي هذا تحدي كبير في بلد مثل العراق أو بلدان مشرقية أخرى، ولا سيما شمال إفريقيا. هذه إشكالية نلاقيها يوميا، فعندما عندما نطالب بالبيانات لا تعطى لنا البيانات. وفي العراق لا سيما سأحكي لكم ما حدث لي منذ سنوات. كانت هنالك دراسة علمية تم نشرها في مجلة علمية، وبالتالي فالدراسة كانت تشمل كيف خلال الأربعين سنة الأخيرة فقدنا مليون نوع من الكائنات على كوكبنا. وبالتالي بدأت أبحث. التقرير كان تقرير جماعي، وكان هنالك كذلك شخص مسؤول عن التقرير، وبالتالي أرسلت إليه رسالة وسألته، هو موجود في أستراليا، سألته قلت هل الشرق الأوسط موجود بالتقرير؟ قال لي لا، للأسف ليس مأخوذ بعين الاعتبار في التقرير. قلت له كيف إذن قلتم أنه على كوكبنا اختفى مليون نوع من الكائنات الحية؟ فكان علي لكي أكتب تقريري كان علي أن أتواصل مع علميين وأكاديميين ومعاهد بحث وجامعات في العراق، وما من بيانات كانت واردة بشأن فقدان التنوع البيئي في العراق، وهذه مشكلة حقيقية. أكيد الأمر صعب. قلت لنا أنك كتبت له وموجود في أستراليا، وبالتالي لكي تسأله إذا كتبت له باللغة الإنجليزية، فأنت تتحدث اللغة الكردية واللغة العربية، وبالتالي لربما كذلك إشكالية اللغة لأن مختلف التقارير باللغة الإنجليزية. جل التقارير للفريق الحكومي بشأن تغير المناخ أنا هي مصادري الرئيسية، ولكن مع كل تقرير دوما أذهب للبحث عن القصة التاريخ الحقيقية على أرض الواقع، لأنني مجبر على إيجاد علاقة أو صلة بين التقرير والواقع، لأن الأمر سيكون نظريا وسيكون مبهما بالنسبة للمستمعين أو القراء. أكيد فيما يخص مسألة البيانات فالصحفيين يلعبون دورا هاما فيما يخص استغلال البيانات، فنحن من يجعل منها في متناول أكبر عدد ممكن من الأشخاص، وبالتالي هذا لربما أنا في عملي كصحفية تمكنت خلال السنوات الأولى من الوصول إلى عدد كبير من البيانات والتقارير، واستعملنا صورا تعبر عن نفسها، فمثلا الشخص الذي لا يود أن يقرأ كل النص أو المقال يمكنه أن يطلع فقط على الصور ليفهم القضية أو ليفهم الموضوع. واليوم من دون بيانات فنحن نعاني كثيرا
نقتصر فقط على ما نجده على أرض الواقع. أنا أود كذلك أن أستفيد من الأرقام التي ينتجها العلميون من خلال دراساتهم في تونس. من هي الأطراف الفاعلة؟ هناك أطراف فاعلة ولكن ليست لنا علاقات مباشرة معها. أنا عندما أكون على تواصل معهم أتمكن من العمل بسلاسة وسهولة، ولكن الأمر بات أصبح نادرا الآن. وعندما نحصل على معلومات أو بيانات لدى الوزارات فالأمر بات الآن معقدا للحصول عليها. اليوم الدراسات أو التقارير الوحيدة، أكيد هذا متصل بالسياق السياسي الحالي، تقول والتقارير الوحيدة اليوم التي يمكنني التوصل بها هي التي هي من إنجاز المنظومات غير الحكومية أو الوكالة مثلا الفرنسية للتنمية. هذا ما يسمح لنا من الحصول على عدد من البيانات العلمية في تقاريرنا. ألفا، ما هي العراقيل كذلك التي تلاقونها في غينيا؟ أشاركهم الرأي زملائي. هنالك تقارير تركز مثلا على التقرير الأخير للجياك، ولكن على المستوى المحلي غالبا ما نواجه صعوبة الحصول على المعلومات من قبل الخبير المحلي لشرح أو لفهم الدراسات المحلية. فمثلا في مجال نوعية أو جودة الهواء، فمثلا في منطقتنا حيث يوجد المصنع، مصنع المناجم، هذا المصنع مصنع ملوث، وبالتالي فتلوث الهواء يتعدى الحدود في هذه المنطقة. وفرقنا ذهبت إلى هناك لإعداد مجلة وموضوع عن هذا الأمر، والمدير الذي حاولنا أن نلاقيه المسؤول المحلي قال لنا أنه ما من دراسة موجودة، بالرغم من أن الجميع متيقن وحتى المواطنون يرون تأثيرات ذلك التلوث. هنالك أشخاص يعانون من أمراض يوميا ويترددون إلى المستشفى، ولكن ما من بيانات فعلية تقول المحافظة، محافظة فريا، تعاني من تلوث ذي نسبة عالية، حتى وإن كان الجميع يرى ذلك ويعيشه. هنالك كذلك تسرب النفايات على بالمنطقة، ولا سيما لأن الآلات والمعدات بها باتت قديمة، فباتت تتسرب الملوثات بداخل المياه، وبالتالي فما من دراسة تقول جودة المياه أو هذه المياه رديئة وبالتالي لا يمكن استعمالها، ولا يزال السكان يستعملون المياه الجوفية. الماء التي تأتي من ذلك الباطن لا يمكن استهلاكها، ولكن ما من دراسات قد تساعد الصحفيين في كتابة تقاريرهم والقيام بعملهم. أكيد هذه صعوبة حقيقية، إذن الوصول إلى البيانات. فعندما مثلا ينشر تقرير للجياك أنا أكون على تواصل مع قسم الصحافة ونتواصل باللغة الإنجليزية مع بعضنا البعض، فعندما لا نتحدث الإنجليزية قد يشكل ذلك عائقا. إذن فضلا عن العائق اللغوي ففهم هذه الخصوصيات للمصطلحات العلمية، الوصول كذلك إلى البيانات. فأنتم كعلميون هل تتحدثون عن هذه الصعوبات لتسهيل عمل صحافات منطقة الجنوب، أو لربما اللجوء إلى الترجمة، أو
أكيد نحن نفكر في كيف يمكننا بشكل سريع أن نترجم أو إيجاد ترجمات للملخصات الموجهة لصناع القرار في كل لغات الأمم المتحدة. صحيح أنها تنشر باللغة الإنجليزية أصليا. الصحفيون كذلك عليهم حتى وإن كانت تلك التقارير ستوجد باللغة الإنجليزية فعليهم أن يحولونها أيضا ويترجمونها إلى اللغات المحلية. فيما يخص البيانات أيضا فإن نقص البيانات قد يؤثر على تقييم مدى تغير المناخ. ففي التقرير الأخير للجياك على سبيل المثال بسبب نقص البيانات لم نتمكن من تقييم التوجه أو التوجهات الأقوى الأمطار عن غزارة الأمطار. وبالتالي الجميع يقول أن الأمطار كثافتها زادت ولكننا ليس لدينا ما يسمح لنا بتقييم ذلك فعليا. حدثناكم أيضا على الدراسات التي خصت الفيضانات. فعندما تكون هناك أخصائيون علميون يعملون إذن على عندما تحدث فيضانات قوية بجمهورية الكونغو ورواندا مثلا في مارس آذار المنصرم. وبالتالي ففريق من الصحفيين الدوليين أرادوا أن يروا إن كانت فيه الصلة بين تغير المناخ وغزارة تلك الأمطار وتلك الفيضانات. وبالتالي فإحدى نحن إذا نقوم بهذه الدراسات لكي ندرس إذا كان لذلك صلة بتغير المناخ. وعلينا أن تكون لدينا بيانات آنية ولكن كذلك بيانات تاريخية. ولكننا تمكنا مثلا في نيجيريا تمكنا من القيام بذلك العام الماضي. أما الآن فعلينا أن نتحاور في كيف يمكننا أن نعمل لتحسين الوضع بالنظر إلى هذه الصعوبات. تيسير قلت لنا أنكم في تونس تحاولون أن توجدون صلة أو من أجل كل ذلك. إذن رواية القصص أو هل يعني تذهبون إلى أرض الواقع أو كيف تقومون بذلك؟ نعم أنا على تواصل مع المجتمع المدني. المجتمع المدني يساعدني لكي أتفهم ما الذي يحدث على أرض الواقع ولديهم معلومات ومعارف أيضا مهمة ولا سيما بتفاصيل أنا لا أمتلكها. وبالتالي المجتمع المدني هو الذي يعطيني هذه المعلومات وأنا أقوم بعملي التحقيقي والاستقصائي وأذهب إلى عين المكان وأقوم بالروبورتاج إذن بتقريري وأعطي الكلمة إلى الأشخاص الذين يعانون من الوضع. وبالتالي فعندما أسرد قصتهم فهذا يؤثر في الناس ويرون أن صعوباتهم غيرهم يلاقيها أيضا ويعاني منها. نحن كصحفيين علينا أن نسلط الضوء عليها وأن نثبت أنها إشكاليات مشتركة وعلى المستوى الوطني أحيانا أيضا. فمثلا الجفاف الذي كنا نعاني منه من قبل, الجفاف في الجنوب بدنا نعاني منه أيضا في الشمال. وبالتالي فهذه المعطيات جديدة ومن الضروري أن نسلط الضوء عليها وأن نسردها وأن نكون في طريقة سرد جديدة. فالمسائل البيئية كذلك نسائل من خلالها الطرق والنماذج كذلك التقدم والتطور التي نحن نستعملها. فنتساءل دوما كيف ولماذا وصلنا إلى هذه النتائج المزرية لكي لا نبقى فقط على الإدلاء بالشهادات وسرد الوقائع. فمثلا تتحدثون عن تربية المواشي أو أشخاص إذا باتوا يغيرون عملهم
أكيد نحن تربية المواشي لم تختفي بعد، فأنا هنا أتحدث على الأشخاص الذين كانوا يربوا المواشي وأصبحت تربية المواشي إذن على في القطاع الخاص أو القطاع الفردي إن صح التعبير باتت تختفي. ورأيت إذن مزارعين يبيعون كل ماشيتهم وغيروا كذلك مهنتهم وباعوا حتى أراضيهم، وبالتالي فهذه صعوبات حقيقية بتنا نعاني منها. المزارع الصغير بات يغير مهنته. قلنا أننا سنحاول أن نتجند جميعنا لكي نتفادى الاختفاء جميعنا على غرار ما هو مكتوب على هذا الرسم الذي نراه. الجياك يقول لا يزال أمامنا فرصة التصرف، وإن لم نتصرف خلال العشرية القادمة لأنه علينا أن نخفض من نسبة الانبعاثات بالنصف على الأقل لكي لا ترتفع نسبة درجة الحرارة. خالد، لكي إذن كيف تفعل إذن لتبقى دوما إيجابيا والاستمرار في العمل؟ أحاول إذن أن أسرد التقارير العلمية بشكل يبسط الفهم للقراء وليس بالأمر السهل تبسيط المعلومات. ولهذا فقد قلت لكم منذ وقت قليل أنني كلما أقرأ تقريرا علميا علي أن أبحث عن قصة واقعية وأن أربط بين النظرية والقصة الواقعية. أنا صحفي ملهم بهذه القضايا، فقرأت تقريرا على دور الحيوانات في الغابات، كيف الغابات تستضيف الحيوانات، وبالتالي فسردت قصة السناجب في الغابات وكيف السنجاب يساعد نوعا من النباتات على التطور والتكاثر. هنالك أغنية جميلة للأطفال وكل الأكراد، نساء رجالا أطفالا، جميعنا نعرفها هذه الأغنية ونتذكر هذه الأغنية، وهذه الأغنية تحدثنا عن السنجاب. وبالتالي تطرقت إلى ليكوري السنجاب. لم تفهم ما قاله المتحدث، عفوا، ليكوري السنجاب، الإيكوري هو السنجاب، يقول لربما لم أنطق جيدا، هي فهمت القص. ليكوري، إذن ليكوري هو السنجاب، نعم، تقول لم أفهم ما قلته. نعم السنجاب، إذن دور السنجاب، إذن دور هذا الحيوان الصغير دوره في الغابة. وبالتالي فهذه الأغنية في ثقافتنا كان المقال الأكثر جلبا للقراء. الرئيس التحرير قال لي هو المقال الذي قرأ يعني بنسبة قراءة أعلى. لماذا؟ لأنه يقوم بعملية كذلك توعية بشأن دور الحيوان ومدى أهمية الحيوانات. فغالبا ما نتحدث عن كيف يمكننا إعطاء طابع إنساني للتقارير العلمية، أو فنحن نتحدث عن أنفسنا، ولكن علينا كذلك أن نعطيها طابعا حيواناتيا وإعطاء طابع حيواناتي للتقارير الأكاديمية والعلمية. لماذا؟ لأن الصلة بين الإنسان والحيوان هي قصة الكوكب، هي قصة كوكبنا. وهذه طريقتي أنا كيف
كيف أبسط الأمور؟ فنحن هم الأحياء. إذن ألفا أنتم من جهتكم كيف تقومون لدى يونيفرسيونس لكي تمسوا أو لكي تصلوا إلى أكبر عدد أو لكي تصلوا إلى الجماهير على نطاق واسع؟ ما نقوم به هو أننا نذهب إلى هؤلاء الجماهير وأن لا نكتفي فقط بالتقارير وخطابات السياسيين، بل نذهب إلى هذه المجتمعات لكي نستقصي منها وماذا تعرف عن تغير المناخ. فإن لاحظهم ارتفاع مستوى البحار لديهم فنحن سنفهم بأن الوضع بات خطرا على أرض الواقع، وإن كانوا يعني بدأوا في بناء السدود لحماية مناطقهم، وبالتالي فنستقصي منهم. والعديد كذلك منهم لا يعلمون بأن عملهم أو أنشطتهم اليومية قد تؤثر أيضا على تغير المناخ، وبالتالي فنستقصي منهم وفقا للدراسات التي تمت. باحثون غينيون قاموا بدراسة أثبتت بأن التربة الحمراء التي تدفق في الطبيعة تقضي على التربة الصالحة للزراعة. الباحثون بحثوا إذن ووجدوا بأن بما أننا نحن ننتج كذلك الأرز، وبالتالي فالتربة الحمراء فضلا عن نفايات إنتاج الأرز يمكن أن نصنع منها حجارة لبناء أو الوحل الأحمر. إذن وكذلك نبات الأرز يمكن أن ننتج منه حجارة إذن صديقة للبيئة، والتي يمكن بناء أن نبني منها بفضلها وأن نستعملها لبناء المساكن. وبالتالي فعندما نبادل الحوار مع السكان المحليين ونمزج بين ردود أفعالهم وآراء العلميين فنجد حلولا. الخطاب خطاب السياسيين نحن نستبعده لأنهم على أرض الواقع لا يقومون بأي شيء، والمنظومات غير الحكومية والجمعيات هي التي تقوم بالعمل، أما السياسيون فيقومون فقط بخطابات. وبالتالي فنحن نركز على الأشخاص الذين يعانون من هذه الظواهر. أظن أنه يصعب الحديث عن حالة الطوارئ المناخية من دون أن نتحدث عن كل هذه التقارير فلنقل رسائل حقيقية، ولكي كذلك لا نقول أن الأمر منتهي وأنه ما من حل مرتقب. فمهما كان السيناريو المرتقب فأكيد نحن نعرف أن مياه البحر ستواصل في الارتفاع، ولكن ما نعرفه أيضا هو أن نسبة الارتفاع ستتغير أو لن تكون نفسها وفقا لارتفاع درجة الحرارة. فمثلا لن نتجاوز 50 سنتيمتر مقارنة بسنوات 1900 إن خفضنا من نسبة الانبعاثات، والعكس صحيح. وبالتالي فهذه الرسالة إيجابية لأنها تترك الوقت أمامنا لكي نوجد الحلول. وعلى مستوى العلميين نحن نعرف أننا في حالة طوارئ، ولكن علينا أن نرتقب كذلك الحلول، لأنني عملت في فريق العمل هذا ونتحدث عن تأثيرات تغير المناخ، ولكن الفريق الثاني والفريق الثالث يعملون كذلك على الحلول وعلى كيف يمكننا أن نخفض من نسبة الانبعاثات. فمثلا
فيما لاحظنا أن أسعار أسعار عدد من الملوثات ارتفعت أو انخفضت، وبالتالي فهكذا يمكننا أن نمضي قدما. في 5 دقائق سأسمح للقاعة بأن تطرح الأسئلة وتشارك في هذه المناقشات. هناك باحث في جامعة لوزان الذي درس بعض المقالات، وهذه المقالات التي تنشر في Nature and Science، والطريقة التي نقلت هذه الدراسات في وسائل الإعلام في أوروبا وأمريكا الشمالية، لكن كان لذلك أثر في وسائل الإعلام الجنوب. وإحدى الاستنتاجات هي أن مخنا لا يتكيف مع التهديدات البعيدة، سواء كان الأمر يتعلق من حيث الزمن أو الجغرافية. والحل الجيد هو أن نحكي حكايات بالنسبة للسكان المحليين وما يعانون منه، ونعرف كيف يمكن أن يؤدي ذلك على أخذ الإجراءات، ونعتبر بأن الكل ليس مرتبط فقط بوسائل الإعلام، لكن يجب تعبئة الجميع. كيف تعملون في عملكم بهذا الشأن؟ من الصعب جدا أن نقيس أثر عملنا، وصحيح أننا ننشر فيديو ومقال وننظر ما إذا كان ذلك له أثر على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن ما أحاول أن أفعله هو في صحافة الحلول هو أن نشدد على الحلول الدائمة والتي يمكن تعدادها في الأقاليم. ونحن نتحدث عن الطريقة التي أنجزت بها هذه الأعمال وهذه المبادرات. لاحظت بأن هناك مبادرات التي تم استنساخها. مثال سريع على ذلك، فلقد كتبت مقال بشأن حاويات عمومية في الجربة، وهي جزيرة في شمال تونس. هذه الجزيرة التي تعاني منذ عدة سنوات من ندرة المياه، فهناك جمعية التي قالت لدينا حاويات عمومية أكثر من 200 في جزيرة الجربة وسنجددها، وهذا سيسمح للكثير من القرى بأن تصل إلى الماء. وبالفعل كانت هناك حاوية مثلا عمومية لقد تم إذن تجديد 15، وبالتالي في حاوية عمومية سمحت ل 2050 من الأشخاص الحصول على الماء الصالح للشرب. هذه حلول بسيطة التنفيذ ولا تكلف الكثير لإعادة إذن ترميم هذه الحاويات. وبالتالي فهناك بعض الجمعيات التي درست هذا المقال والتي اتصلت بي والتي قالت هذا سهل التطبيق، علينا أن نفعل ذلك في مدننا. إذن هذه مسائل على مستوى بسيط، لكن أعتقد بأن ما نكتبه له أحيانا صدى. نعم خالد، خلال الانتشار الكوفيد 19 كتبت مقالا وكان عنوان المقال تغير المناخ وأخطر من الكوفيد، وكانت هناك مناقشات جدية عندما نشرت هذا المقال على شبكة التواصل الاجتماعي. فهناك الكثير الذين عاقبوا وقالوا أنت هذا كلام مفرط، تغير المناخ ليس أخطر من الكوفيد، والكوفيد 19 كان تهديدا قريبا لنا، لكن لما انتهى الكوفيد 19 لكن تغير المناخ يتواصل، وهذا ما قلتموه. وأنا طرحت هذا السؤال على الشباب الذين ألتقي بهم، سألتهم هل تهتمون
بالحديث عن تغير المناخ، أحد الشباب قال لي نفس الشيء، قال لي إنني لا أفكر في تغير المناخ، لدي الكثير من الأشياء التي يجب أن أطلع بها يوميا، وتغير المناخ وتهديد بعيد، سأعيش 50 أو 60 سنة، وهذا كافي بالنسبة لي. إذن ليس هناك تفاهم بالنسبة للإشكالية اليومية، ولهذا السبب قلت سابقا بأنه ينبغي أن هذا هو السنجاب. حبذا لو أعطيتموني هذا الرسم. إذن أختتم كلمتي وأقول بأنه علينا أن نعيد توعية المجتمعات بشأن النظام الطبيعي والتنوع البيولوجي إلى آخره. أنا شخصيا أقول من الصعب أن نقيس أثر ما نفعله في الميدان، لأنه حتى لو قمت بدراسة فهناك أحيانا أشخاص أمامكم يقولوا لكم إننا نقدر ما تفعلونه لكن لا نتبع، لكن أنتم تقومون بالترجمة وأيضا ترجمة للغات المحلية، وأنتم تقتربون آنذاك من المجتمعات. هل في هذه المجتمعات ترون بأن هناك تغير من حيث الفهم أو التصرف؟ التغير أو المجلة أو بالأحرى البرنامج المتبع في مختلف الأقاليم، هذا البرنامج يخص الصحة، لكن الهدف هو أنه هناك رد فعل إيجابي بالنسبة لهذا البرنامج، رد فعل على المستوى المحلي، ونقول لهم بأننا سنفعل نفس الشيء بالنسبة لتغير المناخ، لأن الفرق مع الإذاعات المحلية فهي المجاورة للمحافظات، وكل إذاعة تنشر باللغة المحلية، وهكذا فإننا ننشر برامج بالفرنسية ومختلف اللغات الغينية، وهكذا لو تم النشر على موقع الإنترنت فإذا يمكن بطبيعة الحال اتباع ذلك وفي اللغة المرغوبة. إذن حان وقت الأسئلة فيما يتعلق بالعمل المناخي. العمل المناخي في إفريقيا مجزأ، والمجتمعات التي تعاني كثيرا التي تتخذ إجراءات، وأنا أعتقد بأن العمل سيأتي من طلب المواطنين، فحتى وهذا الطلب يجب أو بالأحرى يجب علينا أن نواصل كتابة المقالات لنجعل الأشخاص يفهمون بأن فيما يتعلق بالأمن الغذائي وصحة المياه والمشاكل الصحية ذلك ناجم عن تغير المناخ. كنت أتحدث مع سنغالية ونحن نستعد للانتخابات، لكن عندما نوجه دعوة للأساسيين ليس هناك من يطرح عليهم أسئلة فيما يتعلق بتغير المناخ وسياستهم بهذا الشأن. هل لديكم بعض الأسئلة أو ملاحظات؟ لدينا ربع ساعة للتبادل، هناك الكثير من الأيدي التي ترفع والميكروفون سيقدم لكم. شكرا جزيلا. اسمي رناد أزياكا وأنا أتدخل بشأن هذا الموضوع أيضا، وسؤالي اليوم هو كما يلي فيما يتعلق بالأزمة المناخية وكذلك الإعلام المضلل بشأن المناخ، لأن هناك أيضا الأخبار الكاذبة بشأن الموضوع بذاته، كيف يمكنكم أن تعالجوا ذلك في إذن
مجلاتكم، ونحن اليوم نلاحظ بأن المناخ هو الشجرة التي تخفي الغابة، وبالتالي وبصفتكم صحفيين في البيئة، كيف يمكنكم أن تخلقوا علاقة ما بين تغير المناخ وتنوع التنوع البيولوجي والتلوث؟ شكرا. سأعقب على السؤال الأول فيما يتعلق بالإعلام المضلل، ليست فقط المعلومات، الأمر يتعلق أيضا بنظريات علمية التي تشجع الأشخاص على العمل بشأن بعض الحلول التي ليست صحيحة. في الولايات المتحدة وأستراليا حتى في أوروبا هناك مساعدات، مثلا المذبحة بالنسبة أو بالأحرى استخدام الأجهزة لتبريد الجو أو المناخ، فهذا ليس بالأمر الاصطناعي. واليوم فإن الحكومات الغربية تعمل بشأن موضوع خطير للغاية، هذه حلول سيئة. السؤال كان بشأن التضليل الإعلامي. هناك ملاحظة، هناك أقل فأقل من المتشككين في تغير المناخ. أنا في برنامجي أؤكد على أن العلم ليس برأي، وعلينا أن نرتكز على أشخاص الذين لهم شهادات، علينا أن نتصل بأشخاص الذين لهم مصداقية بشأن هذه المواضيع، وألا نعطي الكلمة لأي طرف الذي يدلي بأي كلام. فهذا هكذا أعمل أنا شخصيا. أنا قلت بأنه ليس هناك المعلومات فقط، لكن هناك النظريات، بعض النظريات العلمية الخطيرة التي تمس بالنظام الطبيعي. وبصفتنا صحفيين في البيئة علينا أن نكون على إلمام جيد بالنسبة لكل هذه النظريات حتى لا نقول أي خبر. أود أن أشدد على ما قاله خالد، ما يجري اليوم هو أن هناك معلومات أقل، أو بالأحرى الأمور بديهية، فتغير المناخ شيء واضح، وليست هناك حلول سحرية. يريدون أن يزرعوا أشجار اصطناعية ليصلوا إلى كربون بمثابة الصفر، هذا جنون. نعم، لدي سؤال، هل هناك أثر إيجابي لتغير المناخ؟ لماذا أقول ذلك؟ لأنه في مالي لم يتم تصدير هذا العدد من القمح لأن هناك الكثير من الأمطار. هل أنتم تعرفون هذه الظاهرة؟ هل هذا شيء إيجابي؟ وأتمنى أن هذا النبأ لن يكون نبأ خاطئا. وأتحول الطاقة، هذا يكلف الكثير، والدول لها انبعاثات، لها طلبات يمكنها الاستجابة لها. كيف يمكننا أن نعي الدول؟ الأثر الإيجابي على تغير المناخ، هناك بعض الآثار الإيجابية. تحدثتم عن مالي، وبالفعل علينا أن نشير بأن المعدل الأمطار في مالي وإفريقيا تخضع لبعض الجوانب الطبيعية، فهناك أثر الغازات وكذلك الجزيئات التلوث. ولمدة طويلة فإن أثر الغازات الدفيئة لم تكن واضحة، وبالتالي فآثار الجزيئات هي أن تحد من الأمطار في منطقة الساحل، لكن منذ بداية الثمانينات لم تعد هناك الكثير من هذه الانبعاثات.
لكن هناك غازات الدفيئة التي تسمح بزيادة الأمطار، لكن هناك تغير من سنة لأخرى. وبالمقارنة أيضا مع بداية المواسم وما نراه في التوقعات المناخية، كلما ارتفع درجة الحرارة كلما كانت هناك أمطار أكثر في منطقة من الساحل في الشرق، لكن سيكون هناك انخفاض في الساحل الغربي بما في ذلك جزء من مالي والسنغال وموريتانيا والمناطق الساحلية حتى خليج غينيا، وكذلك الكثير من الأمطار في التربة الجافة. فلقد عشتم هذه التجربة، فعندما يكون هناك الكثير من الأمطار في تربة جافة فهذا يؤدي إلى فيضانات. هذه الفيضانات التي نراها بطريقة منتظمة والتي تتزايد كل سنة، يكون هناك جفاف أكبر من جراء ارتفاع درجة الحرارة. هذا إيجابي، لكن في نفس الوقت هذا شيء سلبي. لم نرد على السؤال، إذن ربط ما بين مختلف التحديات البيئية، وخالد أشار إلى ذلك، وبالفعل عايدة أشارت إلى العلاقة ما بين التلوث وكذلك غازات الدفيئة، لكن فيما يتعلق نحن نعتبر بأن هناك ارتباط ما بين كل هذه المواضيع. نفكر في الأحراج مثلا، لو قطعنا الأشجار فنحن نجعل هناك انبعاث لثاني أكسيد الكربون، وبالتالي فالجياك وكذلك الإي بي دي إس بالنسبة للوعي البيولوجي يعملان ليكون هناك أفرقة عمل مشتركة لاقتراح حلول لمكافحة المشاكل. أفضل الحلول لحماية الطبيعة هو أن يكون هناك احتياطي طبيعي، هذا حل ناجع، وهذا يساعد المجتمعات لبغة العمل وبغة إعادة تنشيط السكان المحليين في بيئتهم. وشكرا. أود أن أضيف شيء بالنسبة لهذا السؤال، أن تغير المناخ له أثر على التنوع البيولوجي، لكن عودة إلى التلوث نعلم أنه لو جمعنا مكافحة التلوث المناخ وتغير المناخ هناك أيضا آثار على الصحة. فعندما نحدد قياسات تدابير لمكافحة إذن التلوث سيكون هناك زيادة في الحرارة، لكن يجب أن يكون هناك انخفاض للانبعاثات الميتين، وذلك ربما سيحصل في 20 سنة. لك أنا ما صوت غير مسموع. أنا صحفي في مجازين استراتيجي في غيفي. لدي سؤال بالنسبة للمهاجرين من جراء المناخ، هل في بلدانكم هذه الهجرة يتم التعرض لها من زاوية البيئة أم لا؟ وهل الصحفيون هم الذين يتعرضون لهذه المواضيع؟ هل الأمر يتعلق بمعلومات عامة أم هناك مشكلة مناخية بالنسبة لهذا الموضوع؟ أنا أفكر بصفة خاصة في تونس. نعم، لقد كتبت مقالا بشأن هذا الموضوع، وأنا ذهبت إلى منطقة الفوار وهي في أبواب الصحراء، وهذه المنطقة ليست لها تقاليد من حيث الهجرة، لأن هذه واحة والسكان يعيشون أصلا من الزراعة وزراعة الثمر، غير أنه منذ بضعة سنوات فما حصل هو أنه نظرا للجفاف لم يكن من الممكن أن نكتفي بالمطر، كان لابد وأن تكون هناك معدات
وبالتالي ما دامت هذه الأراضي بعيدة عن المدينة كان لابد وضع لوحات شمسية بغية استخدام إذن ذلك. كان الأمر متعلق ب50,000 دينار وهذا يمثل 15,000 يورو. إذن هذا مبلغ مهم. ماذا حصل؟ المستثمرون من العاصمة والسواحل من صفاقس أتوا وبالتالي فتلك أولئك السكان باعوا أراضيهم وبعضهم غادر كذلك قراهم. والأمر الذي أدهشني كثيرا هو أننا نحن نرى الآن الأشخاص الأوائل الذين باتوا يرحلون ويهاجرون بيوتهم ومناطقهم. وبالتالي عندما ذهبت إلى هناك لقيت صعوبات. فنحن مثلا عندما نتحدث عن الأسباب الاقتصادية هم يقولون أن الأمر يعزى إلى أسباب اقتصادية مع أن التغير المناخ هو الذي جعلهم في تلك الوضعية حيث اضطروا إلى بيع مساكنهم. وبالتالي فهذا الموضوع حديث ولكنني لم أطلع عليه أكثر. إذن في غينيا هنالك مهاجرون بسبب المناخ ولكن ليست لدينا محتويات بما يكفي. خلال أشهر منصرمة فريقنا ذهب إلى قرية حيث السنوات الثلاثين الأخيرة السكان كان عليهم أن يهاجروا مرتين قاموا بذلك ولكن المحتويات لا تزال غير كافية. بغية التحدث عن هؤلاء السكان الذين غادروا مساكنهم وغادروا قراهم وغادروا كذلك زراعاتهم وانتقلوا إلى من هناك وسنوات فيما بعد كذلك اضطروا إلى الرحيل والمغادرة مرة أخرى. وبالتالي فهذا شكل لهم صعوبة. فالذين كذلك جاءوا إلى تلك القرى لتعميرها وجدوا صعوبات أيضا لممارسة الصيد وبالتالي فهذه الظاهرة كانت جد مؤثرة. إذن كلمة النهاية من فضلكم. نعم في العراق الهجرة المناخية جارية ومئات العائلات غادرت أقاليمها الأصلية ولا سيما في مناطق جنوب العراق غادروا بيوتهم لأنهم لم تعد لديهم ما يكفي من الموارد الطبيعية وبسبب الجفاف أيضا وبالتالي وجدوا أنفسهم في المدن من غير من دون عمل ولا مسكن ولا رواتب. شكرا لكم. إذا نصل إلى نهاية هذه الجلسة. لقد تجاوزنا الوقت المحدد لهذه الجلسة. فهل نأخذ سؤالا أخيرا إذا لو سمحتم؟ إذا سؤال أخير. تفضل سيدي. وفيما بعد إذا سنمدد الحوار إذا أردتم المواصلة في الحوار. إذا أنا بيكايوب وأنا موظف لدى السيفي. لدي سؤال أو ملاحظة تعقيب من البترول والغاز تم اكتشافه إذا في إفريقيا ولا سيما في دول على غرار ساحل العاج والسنغال. البترول والغاز النفط يعد مصدرا اقتصاديا هاما قد يساعد في تمويل النظام الصحي والنظام التربوي الدراسي. سؤالي الآن موجه للسيدة أينجاب. إذا تم انتخابك كرئيسة السنغال ملفك هذا الملف يكون يوضع على مكتبك فماذا تقررين؟ هل تختارين المناخ أم البيئة؟ الاقتصاد عفوا أم البيئة؟ السؤال جد صعب لأنني ما من فرصة لكي أنتخب رئيسة جمهورية ولكن أعتقد أنه علينا أن لا نضع كل أسلحتنا في نفس
المكان، وبالتالي فالخطر هو يمكننا أن نتوجه نحو عرقلة اقتصادية. فلو وضعنا كل اقتصادنا أو ركزنا على صناعة النفط فلن نتمكن من تمويل أنشطتنا خلال السنوات القادمة، وسنطور صناعات أخرى ولا سيما المركزة على الطاقات المتجددة. فليس لأننا نمتلك المصادر النفطية لا يعني أننا نحظى بحياة أكثر رفاهية. هنالك تقرير من إعداد نيكولا شتان لمؤتمر المناخ الأخير، وتم الإثبات من خلاله أن تمويل في بنى تحتية التي تعتمد على الطاقة الحفرية يستلزمنا 20 سنة انطلاقا من الوقت التقرير الخوض في المشروع وتجسيده. فبعد 20 سنة هل حقيقة سيكون الأمر إيجابيا للدول الإفريقية أن تكون قد مولت في بنى تحتية تركز على الطاقة الحفرية؟ وبالتالي فكل التقارير تثبت أن تأثيرات تغير المناخ لربما هذا النوع من التمويل لن يكون مجديا ولن يكون مربحا. الوقت تغير، و علاوة ولن يكون الأمر مربحا بعد ربما 15 أو 20 سنة إن قمنا بذلك. شكرا لكم جميعكم.